بعد أسابيع من الترقب في منطقة الشرق الأوسط لمعرفة كيف سيرد حزب الله على اغتيال فؤاد شكر، جاء الرد. الرد سبقه رد مباغت إسرائيلي استهدف آلاف المنصات، منصات الصواريخ بحسب الرواية الإسرائيلية، فيما يؤكد حسن نصر الله أنه تم إنجاز المهمة. الخارجية الإيرانية تقول إن إسرائيل فشلت في توقع زمان ومكان رد حزب الله، لكن كيف ذلك وقد سبقته بتنفيذ هجمات مكثفة قبلها بنصف ساعة فقط؟ وهل تناسب الرد مع الوعيد؟ هل تمثل هذه الضربات ردعا لإسرائيل عن تنفيذ اغتيالات مماثلة؟ في 30 يوليو إسرائيل اغتالت الرجل الثاني في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، عملية شكلت أقوى ضربة يتلقاها الحزب منذ بدء الأحداث الأخيرة ما بعد 7 أكتوبر. بدأ يومها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله غاضبا لمقتل أقرب مقربي، توعد برد قاسي وتعهد بأن المواجهة مع إسرائيل ستدخل مرحلة مختلفة تماما. فلنستمع لما قاله نصر الله حينها. على العدو ومن خلف العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله، لا نقاش في هذا ولا جدل. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان. نحن في كل جبهات الإسناد الآن دخلنا في مرحلة جديدة. وبعد 4 أسابيع من اغتيال شكر جاء الرد. نصر الله أعلن انتهاء عملية الانتقام لشكر، لكنه روى روايتين متناقضتين بشأن الرد. فابتدأ خطابه بالتأكيد على أن الضربة حققت الأهداف المطلوبة منها، فيما اختتم خطابه ذاته بأن الحزب سيتحقق مما إذا كان الرد حقق الأهداف أم لا. الهدف العسكري النوعي الذي قلنا أننا سنعلن عنه في وقت لاحق هو قاعدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان، وحدة 8200 في جليلوت بالقرب من مدينة تل أبيب كهدف أصلي، والهدف المساند أو المساعد أو القريب هو قاعدة الدفاع الصاروخي والجوي في عين شمرة. نحن معطياتنا وبعض مصادر المعلومات لدينا تؤكد أن عددا معتدا به من الصواريخ من المسيرات وصل إلى هذين الهدفين. نحن سنتابع نتيجة تكتم العدو عما جرى في هاتين القاعدتين وبالخصوص في جليلوت. إذا كانت النتيجة مرضية وتحقق الهدف المقصود فنحن نعتبر أنه عملية رد على اغتيال الشهيد القائد الحاج محسن السيد محسن واستهداف الضاحية قد تمت. وفي لعبة الأرقام ضمن المواجهة بين حزب الله وإسرائيل يوم أمس، الحزب قال إنه أطلق نحو إسرائيل من صواريخ الكاتيوشا 340 ومن المسيرات الكثير والكثير، وأن أهدافه كانت 11 ثكنة عسكرية. طبعا إسرائيل أكدت عدم إلحاق أضرار بأي قاعدة عسكرية تابعة لها، لكن إسرائيل أيضا دخلت في مزاد الأرقام الكبيرة. قال جيشها إنه حشد 100 طائرة حربية وهاجمت هذه الطائرات آلاف المنصات الصواريخ في جنوب لبنان، وهو ما يطرح تساؤل هل يعاني حزب الله اختراقا أمنيا مع كشف إسرائيل لأماكن وتوقيت الضربة قبلها بنصف ساعة فقط؟ يبدو أن حزب الله يروج للهجوم من أجل بروباغندا سياسية أمام أنصاره، فما جاء من بيانات متلاحقة حملت وعيدا وتهديدا من حزب الله يشير إلى أن الحرب تحولت إلى حرب إعلامية بالمقام الأول وليس تصعيدا لمواجهة شاملة، فيما يرى البعض أنها لن تتطور إلى أكثر من قواعد اشتباك معروفة منذ أشهر. أرحب بضيفي من بيروت الخبير في الشؤون الدولية والإقليمية الدكتور حكم أمهز. دكتور حكم أهلا وسهلا بك، دعني أبدأ معك بالسؤال الأبرز الآن من قبل أغلب من يتابعوننا والقواعد في الوطن العربي، هل تناسب رد حزب الله مع الوعيد؟ وهل هذا الرد سيكون رادع بالنسبة لإسرائيل عن اغتيال مزيد من القيادات في صفوف حزب الله؟ تماما، أنا بتقديري أنه تناسب وأكثر، لأن الهدف كان هو أن لا يكون هناك حرب إقليمية، لأن الحرب الإقليمية مكلفة على الجميع
وإن كان محور المقاومة وتحديدا حزب الله في لبنان جاهز لها، ولكن ما حصل كان يعني متوازيا ومتوازنا ودقيقا واستراتيجيا، بحيث أنه حقق الأهداف التي يريدها حزب الله. أولا وأهم شيء أنه كرس المعادلة السابقة، المعادلة الردعية بين الطرفين، على قاعدة القاعدة التي أكد عليها سماحة السيد حسن نصر الله أكثر من مرة، وهي أنه إن استهدفتم عاصمتنا سنستهدف عاصمتكم، إن استهدفتم مطارنا سنستهدف مطاركم إلى آخره. وبالتالي ماذا عن اغتيال أول القيادات؟ وأهم شيء أنه استهدف ضاحية تل أبيب، لأنه كان هناك أيضا قاعدة لحزب الله سيد حسن نصر الله كان تحدث فيها، وقال أنه الرأس بالرأس، يعني عندما تستهدفون قيادة عسكرية لدينا نستهدف لديكم. لم نرى أي استهداف لقيادة عسكرية إسرائيلية في رد حزب الله. لا لا سأتي ده سأتي 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 على الموضوع، يعني حتى لا نشتت الفكرة. أولا أنه استهداف الضاحية تل أبيب استهداف، يعني استهداف العمق الإسرائيلي، وبالتالي هذا يحقق معادلة الردع بين الطرفين. الموضوع العسكري هو أنه هناك استهداف وإصابة للمقر السري، وأولا هو اختراق أمني كبير جدا لحزب الله للمؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، بأن هذا المقر الذي استهدف هو مقر سري غير معروف، وأن يعرفه حزب الله ويستهدفه وتصل المسيرات إليه، هذا إنجاز أمني كبير جدا واختراق أمني كبير جدا. النقطة الثانية أنه حتى الآن لم يعلن الإسرائيلي عن خسائره، وأنت تعرفين أن هناك رقابة عسكرية مشددة على كل الأخبار وعلى كل الصور التي يعني المرتبطة بالعمل العسكري والعمل الأمني، فلذلك علينا أن ننتظر. وأنت تعرفين دائما دائما الإسرائيلي يعلن عن خسائره بشكل مستمر، فعمليا الرأس الأمني من قال أنه ليس هناك من استهداف لرؤوس أمنية في هذا المقر، وهذا المقر يعني كبير جدا. الأمر الأهم أنا بتقديري أنه مجرد القرار الذي اتخذ من قبل حزب الله بالقيام بهذا الرد الكبير والقوي، نتحدث نحن هنا عن 340 صاروخا ومسيرة، وهذه الصواريخ حققت أهدافها، ولم يكتشف الإسرائيلي الحركة الميدانية إلا في نصف الساعة الأخيرة، ولم يتأكد حتى استهدافاته كما قال سماحة السيد حسن نصر الله لم يصب المنصات الحقيقية، وأيضا لم يحقق أهدافه. فعمليا كل هذه الأمور إذا جمعناها نخرج بنتيجة أن حزب الله حقق إنجازا كبيرا جدا، أو نفذ وعيده، كرس المعادلة القائمة الردعية مع الإسرائيلي، وبالتالي حقق الأهداف التي يريدها، لم يوسع دائرة الحرب، وأنتم تعرفون يعني دائرة الحرب إن توسعت يعني تكون كارثة على المنطقة كلها، فلذلك هذا إنجاز كبير جدا. هل استعاد الهيبة؟ ونحن ننتظر الآن الرد اليمني والرد الإيراني. الأنصار حزب الله في الداخل اللبناني، الذين ليس فقط أنصار حزب الله، دعني أتحدث عن الشعب اللبناني أو الشارع اللبناني الذي رأى أنه الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت بسبب أنه حزب الله جلب عليهم هذا الوبال بين قوسين إنجاز التعبير. هل الآن شعروا بأنه تم الثأر لهذا الاستهداف؟ اولا في موضوع الانصار حزب الله والضاحيه، يعني انتم اعلاميون وتتبعتم الاخبار، كانت بالامس مسيرات سياره وموتويات يعني دراجات هوائيه تجوب شوارع الضاحيه، ويعني تحتفل بالرد. هذا الامر الاول. الامر الثاني، أنت تعرفين مروش أن هناك إذا حاولنا أن نتحدث عن موضوع أنه تقولي أن حزب الله أتى لهم بالوبال، لا بالعكس، حزب الله يدرك تماما والكل يدرك تماما أن الإسرائيلي لو أكمل الموضوع في غزة سيأتي على لبنان، وبعد لبنان سيأتي إلى مناطق أخرى، وبالتالي لابد أن يكون هناك معادلات ردعية، وحزب الله قام بما قام به على أساس الإسناد. الأمر الثاني أنه الشعب اللبناني، تحدثنا عن الشعب اللبناني، إذا تحدثنا عن السواد الأعظم من الشيعة هم يؤيدون بشكل كامل حزب الله والمقاومة. أيضا إذا تحدثنا عن السنة أيضا، وبطبيعة الحال السنة والشيعة يعني يشكلون الغالبية العظمى من اللبنانيين، أيضا يؤيدون المقاومة، وهذا موجود بالتصاريح. إذا تحدثنا عن الدروز أيضا، موقف وليد جنبلاط الذي يمثل الأكثرية أيضا واضح. يبقى لدينا والعلويون أيضا، يبقى لدينا المسيحيون. المسيحيون بطبيعة الحال هم منقسمون. إذا تحدثنا عن نسب في هذا الإطار، نخرج بنسبة أنه أكثر من 85% هم مؤيدون للمقاومة فيما تقوم به، ويدركون تماما حكمتها واستراتيجيتها، لأن لو كانت المقاومة غير استراتيجية وغير حكيمة لكانت جلبت الحرب إلى لبنان،
ودمرت لبنان، يعني بمعنى فتحت الحرب على وسعها. طيب. ولكن المعركة القائمة هي معركة إسناد وليست حرب مفتوحة. وبطبيعة الحال أنه لو لم يكن لدى المقاومة قوة ردعية لاستطاع الإسرائيلي، أو لكان الإسرائيلي اجتاح لبنان منذ أن بدأ العدوان على غزة. يعني أنا لم أرد مقاطعتك سيد حكم، لكن ذكرت في طيات حديثك أنه اللبنانيين يعلمون بأن إسرائيل لولا حزب الله لكانت اجتاحت لبنان كلها، ولكن البعض يرى أنه هذه فزاعة لابد أن يستخدمها حزب الله، لابد أن يشرع بقاء الجنوب ملتهبا ومشتعلا واستباحة الأراضي اللبنانية لكي يشرع وجوده وامتلاكه الأسلحة. هناك فزاعة إسرائيل، لكن من يقول لأنه أن إسرائيل بالفعل تريد اجتياح لبنان في أي وقت وفي كل وقت؟ لأنه ما جرى هو عملية احتواء التصعيد من الطرفين، يعني الواقع يقول أنه لا إسرائيل تريد التصعيد ولا حزب الله يريد التصعيد. شوفي، أولا مروش، هذا من يقولون بهذا المنطق هم يحاولوا أن يشرعنوا الاحتلال الإسرائيلي ويبرروا الاعتداءات والعدوان الاعتداءات الإسرائيلية. أنا سأقول لك أنه في العام 78 لم يكن هناك شيء اسمه حزب الله، والإسرائيلي اجتاح لبنان. وفي العام 82 لم يكن هناك شيء اسمه حزب الله والإسرائيلي اجتاح لبنان. تذكرين هذا فضلا عن الاعتداءات التي كانت يقوم بها قوات الاحتلال، سواء في مجازر في المناطق الجنوبية اللبنانية، استهداف المطار في الستينات، مطار لبنان في الستينات إلى آخره. لم يكن هناك حزب الله ولم يكن هناك مقاومة بمعنى المقاومة اليوم. فمن يتحدثون عن أن والله طيب، هذا الإسرائيلي المحتل لفلسطين هو لا يريد أن يجتاح لبنان ولا يريد أن يعتدي على لبنان، هو هيمون، هم يكذبون أو طيب، هم يريدون أن يبرروا ويشرعنوا الاحتلال الإسرائيلي وممارسات العدوانية والإبادة التي يقوم بها ضد الشعب الفلسطيني. وبالتالي من قال أن الإسرائيلي لن يقوم بهكذا اعتداءات وهكذا طيب، اجتياحات؟ دعني أذهب إلى نقطة أخرى. الإسرائيلي دائما هو يهدد، ولو لم يكن هناك قوة تردعه لكان اجتاح لبنان منذ زمن طيب طويل. هذه وجهة نظرك. طيب دعني أذهب إلى نقطة مهمة جدا، وهي مسألة تزامن انتهاء الرد. عندما تعلن إسرائيل أنها انتهت من العملية الاستباقية التي قامت بها، في نفس الوقت الذي يعلن فيه حزب الله أنه انتهى من عملية ما اسمها المرحلة الأولى من عملية الانتقام لاغتيال شكر والضحية الجنوبية. أولا البعض رأى بأنه حزب الله مخترق، ونصر الله اعترف في خطابه بأنه بالفعل العملية الاستباقية الإسرائيلية جاءت قبل عمليتنا بنصف ساعة فقط. ما الذي يعنيه ذلك؟ لا شوفي، أولا سماحة السيد حسن نصر الله كان واضحا في موقفه أن الإسرائيلي لم يكتشف موعد الضربة، ولكنه اكتشف من خلال الأقمار الصناعية الحركة الميدانية التي سبقت عملية الرد، هذا الذي اكتشفه الإسرائيلي. وبالتالي لم يكن هناك من اختراق، بدليل أنه أشار بشكل لا لبس فيه في خطابه أن الإسرائيلي لم يحقق أي من أهدافه خلال العدوان الذي شنه على لبنان بالغارات، ولم يستهدف أي من المنصات التي كانت موكل إليها مهمة الاستهداف وتنفيذ عملية الرد. فعمليا هذا الأمر واضح. الإسرائيل أيضا حزب الله لم يكن يريد أن يفتح معركة مفتوحة ولا معركة إقليمية، وهذا ما أعلنه أكثر من مرة، ولكن قال أنه في حال فرضت علينا المعركة والحرب نحن جاهزون لها. وبالتالي هو قام بعملية الرد، حقق الأهداف التي يريدها، واتخذ القرار الشجاع جدا الذي يعني لا يستطيع كما يقولون أحد أن يتخذه. وبالتالي الإسرائيلي هو ارتدع وكرس هذه المعادلة. فلذلك سمعنا بعد عملية الرد قال رئيس الأركان الإسرائيلي، قال ماذا قال؟ قال أنه نحن سنركز في عملنا على غزة وسنعيد المستوطنين إلى الشمال، بمعنى أنه خلاص يعني عمليا توقفت العمليات العسكرية في الحدود الشمالية. يعني الإسرائيلي عاد إلى معادلة الردع السابقة وعاد إلى قواعد الاشتباك، وهذا كان الهدف من هذه العملية وعملية الرد. هذه الرؤية واضحة ويعني يتم توضيحها باستمرار والتأكيد عليها، لكن
بنظر أي شخص هو رأى بأنه هذه العملية لم يرق فيها دماء، لم يتم فيها الحديث عن إصابات بين قيادات أو اغتيال لقيادات أو شخصيات كبيرة أو إصابات مدمرة في هذه الأهداف التي تحدثنا فيها، أعطال في هذه القواعد أو إلى آخره، هذا لم يحدث بالنظر إلى العملية الكبيرة التي تمت من اغتيال فؤاد شكر، والكل يعلم قيمة ووزن هذا الرجل. شوفي حتى الآن يعني نحن نعرف، أنا قلت أولا حدث يعني الإسرائيلي على الأقل أعلن عن مقتل جندي في البحرية من خلال استهداف قطعة بحرية إسرائيلية وإصابة آخرين، وأيضا أعلن إصابة آخرين في مناطق أخرى من المناطق التي استهدفها الرد حزب الله ورد المقاومة. فعمليا هذا الإعلان أصبح واضحا. النقطة الثانية أنه هل هناك من خسائر بشرية لم يعلن عنها الإسرائيلي؟ حتى الآن الإسرائيلي لم يعلن شيء، حتى الآن لا يزال هناك فرض رقابة على كل، لو كان هناك صيد ثمين سيد حكم لكان أعلن هناك يعني عندما لي. تم إعلان فؤاد شكر عندما تم اغتياله أعلن هذا الأمر، هل يمكن التكتم على هذه الأنباء؟ سآتي أولا حتى الآن هناك فرض رقابة على كل خبر وعلى كل صورة، وحتى الآن هناك منع للمسؤولين والوزراء الإسرائيليين بأن يعني يدلوا بأي تصريح. الآن إذا تتبعت الإعلام الإسرائيلي تجدين أنهم يتحدثون عن أن هناك يعني حتى في أحد المحللين الكبار الإسرائيليين قال أنه ما حصل هو عار على إسرائيل. يعني عمليا نحن عندما تتحدثين عن خسائر بشرية يجب أن تتحدثي عن أهداف استراتيجية قبل لا أن نتحدث عن خسائر بشرية، لأن أنت في معركة، هذه المعركة بطبيعة الحال يسقط فيها دماء، يسقط فيها مسؤولين أو غير مسؤولين، وبالتالي أنت بالنهاية من يحقق الهدف الاستراتيجي الأقوى في هذه المعركة التي حصلت الإسرائيليون. يعني إذا قرأت الإسرائيليين هم يقولون أن من حقق الهدف الأكبر ونال النتيجة المتفوقة في هذه المعركة التي حصلت، حجم الضرر هو واحد من أهم المؤشرات. يعني هنا المشكلة أنه حجم الضرر، ما الضرر الذي أصاب هذه القواعد العسكرية الاستراتيجية من ضربة حزب الله؟ لكن باختصار لو سمحت لأنه تقريبا الوقت انتهى. باختصار أولا كل هذه القواعد استهدفت، وصلت إليها الصواريخ، أصلا لم تستطع القبة الحديدية أن تواجه كل الصواريخ والمسيرات التي وصلت والتي كانت موجودة في الرد. القواعد العسكرية أصبحت مكشوفة، المعادلات الردع تأكدت، القرار موجود بشكل كامل وشجاع بالنهاية حقق الأهداف التي يريدها. وبالتالي أعود وأقول بالاختصار أنه لا يمكن أن يعني تقارني نتائج الرد أو نتائج أي عمل مع بعض التفاصيل المتعلقة بالتكتيك. فلذلك إذا كان هناك خسائر بشرية صحيح هذه معركة، ولكن النتائج الكبيرة التي تحقق هي في فرض المعادلات التي لا تزال قائمة وعودة الإسرائيلي مرغما إلى قواعد الاشتباك. شكرا جزيلا لك ضيفنا من بيروت دكتور حكم أمهز الخبير في الشؤون الدولية والإقليمية. ينضم إلينا من تل أبيب عضو حزب الليكود السيد دور هارلاب. سيد دور أهلا بك، تابعنا عملية يوم الأربعين التي استهدف فيها حزب الله قواعد عسكرية استراتيجية. دعني أذهب من حيث انتهى ضيفي من بيروت الدكتور حكم أمهز، هو قال أنه عندما ينجح حزب الله في استهداف هذه القواعد الاستراتيجية هذا بحد ذاته إهانة كبيرة لإسرائيل ونجاح كبير لحزب الله. Is this the question? هذا سؤالي لك، تعليقك. Yes, so yes, we see the state of نحن نشهد في لبنان وحزب الله أن هذه المنظمة الإرهابية التي تعمل كحزب وجزء من إيران مسؤولة
عن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في لبنان وتخرق الوضع الأمني في المناطق الشمالية بإسرائيل، وأيضا هناك عنف وبعض القرارات الخاصة. كان هناك اقتراح قرار مجلس الأمن 1701 وأيضا 1559 وهي مسؤولة عن التصعيد لما يحدث في المنطقة الشمالية من إسرائيل. طيب هذه العملية التي تمت وتم اختيار قاعدة جليلوت وهي قاعدة لسلاح الدفاع الجوي الصاروخي، أيضا في قاعدة عين شمرة استخدمت فيها عدد كبير من الصواريخ، قالت إسرائيل بأنه تم استهدافها، لكن عاد حزب الله وأكد بأنه أصلا عملية الصواريخ كانت تمويه لأنه ما أريد له هو دخول المسيرات بحيث تصيب الأهداف. هذه اللعبة التي مارسها حزب الله، هل ترى أن إسرائيل لم تكن جاهزة لها؟ أنا أعتقد أن إسرائيل مستعدة لأي تحدي من أعدائنا في هذه الفترة، ولكن أيضا علينا نتذكر أن حزب الله يقوم بتعريض شعب لبنان الخطر، الشعب والبنى التحتية للبلاد. هذه المنظمة الإرهابية تستخدم الشعب والبنى التحتية وتعرض حياتهم للخطر وأيضا لمستقبلهم، لأن دولة إسرائيل لن تسامح وتسمح بهذه الاختراقات وهذا العنف ضدنا. وأيضا في هذه اللحظة في الأيام القادمة سوف نرد بطريقة قوية جدا. لا أعلم إن كنت استمعت إلى ضيفي قبل قليل من بيروت، هو تعليقا على هذه النقطة التي ذكرتها وأنت تقول إنه حزب الله عرض المدنيين والشعب اللبناني للخطر فقط، يعني علمت الآن أنك لم تكن تستمع، ولكن يعني الخبراء من بيروت يقولون إنه حزب الله أقنع القواعد في لبنان بأنه أصلا إسرائيل تريد دائما اجتياحهم وهي مصدر خطر وتهديد لهم وتريد الهجوم عليهم في أي وقت، وبالتالي كان هذا سيحدث مع وجود حزب الله أو مع عدم وجوده. هذا سخف، الجميع يعلم ذلك. طبعا إسرائيل لديها القوة الدفاعية، قوات الدفاع الإسرائيلية، نرغب في الدفاع عن السلام ونرغب في أن نعيش حياتنا بطريقة سلمية، لا نرغب في غزو المنطقة الجنوبية في لبنان، ليست من مصلحتنا. من سيهاجمنا سوف نهاجمه، هذا ليس بجديد وهذا أمر معروف، نحن نعلم ذلك. إسرائيل لم تجتاح المنطقة الجنوبية من لبنان منذ عام 1999 وبعد الحرب اللبنانية الثانية. قررنا أو احترمنا قرار مجلس الأمن فيما يتعلق بالأرض بيننا وبينهم. الإسرائيليون دائما يتأكدون ويضمنون أننا لا نقوم بأن نغزو الأمر وألا نقوم بالعنف بأي طريقة ما. كل طرف الآن امتلك رواية للنزول عن الشجرة، هذا تعبير يعني نستخدمه للخروج من مأزق الرد، وبالتالي هل يمكن الآن الحديث عن أنه تم طي صفحة عملية اغتيال شكر واستهداف الضاحية الجنوبية والثأر لها، وهل إسرائيل مرتاحة لهذا الموقف؟ لا، لا نشعر بالراحة حيال هذا الأمر، لأن فيما يتعلق بشمال إسرائيل لا تزال خالية، ونعلم أن حزب الله موجه من إيران كوكيل من وكلائها، ولا يزالوا يستهدفون المنطقة الشمالية من إسرائيل ويهدمون بنيتنا التحتية، ومدنيين لا يعيشون في منازلهم. هذا ليس بالوضع الذي نسامح أو نسمح به، وأتمنى أن أعداء سوف يفهمون أنه ينبغي وأن يوقفوا العنف ضدنا، وأيضا الأمر لا يتعلق بنا، ولكن سوف نتخذ بعض الخطوات القوية إذا كان هناك أمر كذلك. فيما يتعلق سيدور بمسألة الخطأ الذي يتسبب بحرب، لأنه إسرائيل كانت تحذر حزب الله بأنه أي عملية للرد على اغتيال فؤاد شكر أو استهداف الضاحية الجنوبية يمكن أن تعقد المشهد، قد تجر الطرفين إلى مواجهة كبيرة جدا. هذا لم يحدث،
وبالتالي تجاوزنا الخطأ الذي خشي منه الجميع. هل الآن إسرائيل ستطوي هذه الصفحة؟ لا أتحدث عن فكرة أهمية العودة أو إعادة الهدوء إلى شمال إسرائيل، لكن أتحدث عن الرد الكبير وطي صفحته. العالم، إن كنت سمعتني أم لا سيد دور؟ إن دولة إسرائيل لا تتعلق، يتعلق الأمر بقلب الصفحة أم لا. أنا أقول أن مدننا لا تزال خالية، وعلينا نتأكد من أن السلام سيعود إلى المنطقة الشمالية. طيب، دعنا نتحدث عن عملية المقبل، أو يعني ما تخطط له إسرائيل قادما. الآن هذه العملية انتهت على ما يبدو أنه سيد حسن نصر الله في خطابه قال أنه انتهى عملية الرد على شكر. ما الذي ستقدم عليه إسرائيل بعدها؟ هل ستعود إلى قواعد الاشتباك المتعارف عليها؟ هل ستسعى لتحرير المستوطنات الشمالية وبالتالي ستذهب إلى عملية عسكرية أكبر أم ماذا؟ مرة أخرى، كما دائما دولة إسرائيل لديها في يد غصن سلام، حيث أننا نقدم أيدينا نحو السلام، ولكن أعدائنا لا يتصرفون بهذه الطريقة، ولذلك نحن لن نتمكن من أن نستمر في حياتنا بهذا الوضع. نرغب بأن نتزامن في 7 أكتوبر. لم نفعل أي شيء، ولكن أعدائنا من الشمال موجهين من إيران بدأوا في ضربنا، ولذلك لم نتمكن من الاستمرار في هذا الوضع. كان علينا نتأكد من أن مدنيين سوف يعيشون حياة مرة أخرى في مدننا وفي مستوطناتنا وفي أماكننا في شمال إسرائيل. لا يمكن، كما تعلمين، لا يمكن أن نتحمل هذا الوضع. إذا كان هناك شيء سيحدث، ربما سيكون هناك اتفاق بطريقة سلمية أو ربما حرب. دائما ما نرغب في الاتفاقيات ونفضلها عن الحرب. طيب، شكرا جزيلا لك ضيفنا من تل أبيب، عضو حزب الليكود السيد دور هارلب.